السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الكلمة لك. 36 مختطفا، فيهم أو بينهم أو من ضمنهم الأستاذ الجامعي والأكاديمي والناشط والتربوي والصحفي والحقوقي والمهندس. اختطفتهم الميليشيا الحوثية من منازلهم ومقر أعمالهم، مارست بحقهم أقصى صنوف التعذيب الوحشي، استخدمت بحقهم كل أدوات الإذلال والإهانة والتنكيل والتعذيب. لم تكتفي بكل ذلك، بل قدمتهم لمحاكمة هزلية عبثية تفتقد لأبسط متطلبات العدالة والنزاهة، ونصبت لهم تهما مزيفة وادعاءات وافتراءات لا أساس لها من الصحة. جريرتهم وذنبهم الوحيد أنهم آمنوا بالدولة ورفضوا الميليشيا الحوثية وانقلابها الدموي وحربها الهمجية على اليمنيين. أبرياء في محاكم باطلة، عنوان حلقتنا لهذه الليلة. نستقبل مشاركاتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك الكلمة لك. قبل أن نتواصل مع المختطف السابق والصحفي يوسف عجلان، نستعرض استطلاع الرأي الذي وضعناه على صفحتنا في صفحة القناة في تويتر وعلى صفحة البرنامج الكلمة لك في الفيسبوك. في صفحة في التويتر وضعنا سؤالا، قلنا فيه: لماذا تستمر ميليشيا الحوثي على محاكمة مختطفين أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم وقفوا مع الدولة ضد الانقلاب؟ الخيار الأول استمرارا لنهجها الإجرامي أم للبحث عن العدالة؟ صوت بالخيار الأول استمرارا لنهجها الإجرامي صوت 93%، وصوت بالخيار الثاني للبحث عن العدالة 7% من متابعي القناة على التويتر. أما على الفيسبوك فقد وضعنا السؤال ذاته: لماذا تستمر الميليشيا على محاكمة مختطفين أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم وقفوا مع الدولة ضد الانقلاب؟ صوت بالخيار للبحث عن العدالة 12%، وصوت بالخيار استمرارا لنهجها الإجرامي 88%، أي أن الغالبية الساحقة تؤكد أن هذه المحاكمة باطلة وأنها مجرد استمرار لنهج الميليشيا الحوثية الإجرامي والإرهابي بحق المختطفين. أهلا بك يوسف عجلان، المختطف السابق والصحفي. يوسف عجلان، لماذا تلجأ الميليشيا وبعد سنوات من اختطافها لنخبة المجتمع إلى هذه المحاكمات الهزلية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا لقناة سهيل على تغطيتها لهذا الموضوع وهذه الحملة التي تنطلق في هذه اللحظات. الحوثيين بطبعهم يريدون أن يشرعنوا اعتقالاتهم واختطافهم المدنيين المناهضين لهم ولما يقومون به من خلال المحاكمات لتغطية تلك الجرائم أمام الرأي العام والرأي الديني الذي للأسف يتابع باستهتار يعني ما تقوم به هذه الجماعات ولا يتحرك من أجل وقف هذه المحاكمات. وللأسف كان نقدر بالمبعوث الأممي أن يطالب الحوثيين بوقف هذه المحاكمات، إضافة إلى أن يقوم بزيارة لشباب الثورة أو على الأقل بزيارة الشخصيات المعروفة أو الشخصيات السياسية الموجودة في سجون الحوثيين. الحوثيين بطبيعة الحال يعتبروا أن محاكمتهم بشأن الثورة هي إسكات لكل من يقف ضدهم، لكل من يطالب بالإفراج عن شباب الثورة، عفوا عن شباب الذي هم مؤارضين لهم. هم بطبيعة الحال الحوثيين يهدفون بهدف رئيسي إلى إسكات أي صوت في أرضهم. ما هي الصنوف الانتهاكات التي تعرض لها 36 المختطف طبعا، والإضافة إلى المختطفين الآخرين الذين هم بالآلاف في سجون الميليشيا، وأنت أيضا ضمن المختطفين الذين تعرضوا لمثل هذه الانتهاكات؟
شباب شباب المختطفين وهم الأمان، أنا أتكلم عن معظمهم كانوا شباب ثورة وقفوا ضد نظام علي عبد الله صالح منذ 2011، ومعظمهم تم استهدافهم بسبب هذا الأمر، إضافة إلى بعض الشخصيات التي لها سجل في المجتمع تعرضوا لسلوك كبيرة من الأصناف التعذيب، سواء الكهرباء التي تم استخدامها بتعذيبهم بتعليقهم بإبقائهم لساعات لأكثر من 15 إلى 19 ساعة وواقفين معلقين على أيديهم، أضف إلى ذلك من خلال منعهم عن الأكل عن العلاج، بعضهم كان يصاب بأمراض عن حيث يرفضون معالجتهم أو إدخال العلاج لهم. أنا طبعا يعني ربما أتحدث الأول مرة أنه أنا كنت ضمن 13 شخص من الآن يتم محاكمتهم من 36، وكنت في البداية كان يتم ترفيق لتهمة أنه يضمن 36، وخرجت من هذه القضية بمعنى الجميع أو يعني جميع هؤلاء 36 أو من يقوم الحديث بمحاكمتهم يتم اختيارهم بانتقال من أجل يعني تلفيق لهم تلفيق أي تهمة وإضفاء هذه التهم عليهم، لولا أن هناك يعني ستر الله يعني ستر الله علي يعني لم يستطيع الحوثيين إدخالي ضمن هذه القضية، وإلا كنت حاليا أنا ضمن المحاكمين، بمعنى أن الحوثيين لم يحاسمونهم أشخاص تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع أو تم اقتحام بيوتهم وأخذهم من بيوتهم. لماذا لماذا مثلا تم تقديم هؤلاء 36 مختطف الى المحاكمه، لماذا هم بالذات؟ هذا هو السؤال ايضا الذي انا لا زلت ابحث حوله، لا زلت اتساءل لماذا الحوثيين اختاروا يعني على سبيل المثال هناك بعض الذين تم ادخالهم في هذه القضيه مختطفين قبل التهم الموجهه لهم، التهم موجهه لهم من عام 2016 من اعتقد من شهر 3، بينما اشخاص كانوا معتقلين من 2015 كانوا في سجون هدره وغيرها من السجون، وتم ادخالهم في هذه القضيه انهم ارتكبوا جرائم في عام 2016، كيف بالعقل ان يكون هؤلاء ارتكبوا جرائم وهم مسجونين لدى جماعه الحوثي؟ مصفوفه الاتهامات كانت في 2016 بينما تم اختطافهم في 2015. نعم وهذا يؤكد اصلا بطلان المحاكمه. ايوه هذا هو الشيء الغريب في الموضوع، ان هناك اشخاص اذا كان فعلا ان المتهمين جميعهم لديهم ارتباط كما يقولون، فلماذا هناك اشخاص ضمن ال 36 مسجونين قبل وقاع الاتهامات الموجهه اليهم انها في عام 2016؟ يعني حتى ان احد الشباب تخيل هو محمد الشيبري اثناء ما كان يقرا مندوب النيابه في المحكمة أن شخص فلان الفلاني كان أحد شباب الإصلاح وتهمته أنه طالب جامعي وكان يحمل البطاقة الشخصية، هذا مضمون الاتهام الموجه له، ماذا عمل؟ لم يكن هناك أي تهمة، بمعنى للأسف الحوثيين يستجدون إلى مصداقية ما يقوم به من محاكمات إلا أنه ليس هناك مجتمع دولي، ليس هناك قضاء عالمي، ليس هناك منظمات حقوقية، ليس هناك معامل دولي يتحرك بإسكات ما يحدث داخل محاكم الحوثيين. أمام هذه المحاكمة الهزلية، برأيك هل تتوفر أبسط معايير العدالة لدى المحكمة أو غيرها من، أم أنها طبعا هي مجرد أداة للميليشيا؟ هل هناك رغبة للمحكمة مثلا أن تطبق العدالة الحقيقية، أم أنها هي تحت إمرة الميليشيا؟ للأسف هي تحت أمرة الميليشيا، والحوثيين يريدون أن تتحول هذه المحاكمات إلى مناكفة سياسية مع الحكومة الشرعية، أضف إلى ذلك أن المحكمة الذي يرأس الجلسات هو بالمعروف أنه ضابط في جهاز أعتقد الأمن القومي، ليس ذلك فقط، حتى إن كان هناك فعلا محاكمة فمثلا على سبيل المثال في إحدى الجلسات اعتدى رئيس الجلسة على أحد المحامين الذين جاء ليحامي على المتهمين، اعتدى عليه خارج الجلسة، أخذه إلى خارج الجلسة وقام بالاعتداء عليه وبضربه، ثم طلب منه أن يدخل ليعتذر عن مواصلة استمراره في المحاماة، معنى أن هناك يعني أنا أشكر جدا المحامين الذين لا يزالون حتى اللحظة بينهم وبين الأستاذ عبد المجيد صبر الذين هل يعني كيف استطاعتهم
أمام جسامة هذه الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء المختطفون، يعني هل هناك من تفاعل من قبل المنظمات الحقوقية الدولية المهتمة بشؤون العدالة بشؤون حقوق الإنسان؟ هل هناك تفاعل يليق بهذه الجريمة التي ترتكب بحق نخبة من المجتمع الأكاديمي، فيهم الأكاديمي، فيهم الطبيب، فيهم المهندس، فيهم الناشط، فيهم التربوي، فيهم يعني نخبة من ثلة من نخبة المجتمع؟ للأسف لا يوجد أي اهتمام من هذا الجانب. حتى خلال تواجدي أنا في جليس لم أجد ذلك التفاعل مع هذه القضية، كأن هناك لا مبالاة بشكل عام من المنظمات الدولية بما يحدث للمختطفين بشكل عام، وإضافة إلى هذه القضية كقضية محاكمة قدر القضية الأدرج التي موجودة في المحاكم الحوثية، ليس هناك ما كان هناك اهتمام، ما كانت طلبت اقل ما في الامكان هذه المنظمات تطالب المبعوث الاممي بمناقشه الحوثيين حول هذا الموضوع وبزياره اقل ما يمكن هؤلاء المتهمين الذين يصفون بانهم متهمين والحديث مع اسرهم عن اجراءات المحاكمه، هل هناك عداله؟ هل هناك فعلا اجراءات دولة أم أنها إجراءات ميليشيا؟ ماذا يعني أن يتجاهل المبعوث الأممي الذي اختتم زيارته لصنعاء اليوم؟ ماذا يعني أن يتجاهل اللقاء بأمهات المختطفين، المناقشة معاناة المختطفين، البحث عن سبل الإفراج عنهم، كون القرار 22/16 يوجه بشكل صريح بإطلاق المختطفين السياسيين في سجون الميليشيا؟ ماذا يعني ذلك؟ معنى ذلك أن الأمم المتحدة لا يهمها معتقلين أو مدنيين، بما يهمها أن تتم الحل السياسي بين الطرفين، طرف الحكومة الشرعية وطرف الحوثيين بشكل عام، دون الحديث عن معتقلين، دون الحديث عن مدنيين تم انتهاك جرائم ضدهم، دون الحديث عن قتلى، عن جرحى سقطوا. ما يهمه في بما رأينا أنه همه الكبير هو أن يتم يعني عمل حل سياسي بين طرفين، ما بقي دون ذلك فهذا لا يهم كمجتمع دولي. وهذا أكبر دليل عدم لقاء المبعوث الأممي بأمهات المعتقلين، وهذه تعتبر لأول مرة من قبل كان المبعوث الأممي يلتقي بأمهات المختطفين. يعني على ماذا يؤشر؟ على أن الأمم المتحدة لا تكترث للمعاناة ولا تكترث لهذه القضية، أم أن أيضا هناك تجاهل من قبل الحكومة الشرعية تجاههم؟ أولا لا تكترث بشكل كبير لمعاناة مدنيين بشكل عام، سواء مختطفين أو أشخاص أصيبوا أو قتلوا خلال هذه الأحداث. هذا النقطة الأولى. الأمر الآخر، للأسف الحكومة الشرعية بحد ذاتها هي متجاهلة إلى حد كبير قضية 36 الذين يتم محاكمتهم أو بقية المعتقلين. يعني هناك وزراء يعني لما نتحدث معهم يقول لنا أنا نشرت تغريدة أو بث في صفحتي عن هذا الموضوع، يعني كأن قضيتهم الرئيسية هو كانوا بيمن على المجتمع، على المختطفين الذين يدفعون حياتهم وحريتهم وكرامتهم فداء موقفهم مع الشرعية، يمن عليهم بتغريدة إلى أي؟ أنا طبعاً انتقدت قبل فترة بسيطة وجه إعلام لعدم تحدث عن المعتقلين الصحفيين، فأكثر من شخص دخل ينتقدني بسبب أنه الوزير كان يتحدث عنك وعن بقية الصحفيين في أكثر من تغريدة، يعني كأنها أصبحت قضية الوزير أن يكتب تغريدة فقد أدى مهمته، وليس عليه أن يتواصل مع المنظمة الدولية يضغط على من لديه اليد في إسكات ما يحدث للمعتقلين، سواء بين الاعتقالات أو التهديدات أو الاعتداءات. للأسف صار أبسط موقف تقوم به الحكومة، سواء عبر إذن الخذلان ليس من الأمم المتحدة. الخذلان يبدأ من حكومتنا التي لم تعطينا أي اهتمام لدى المجتمع الدولي. ما هي رسالتك للحكومة الشرعية وهي بحسب رأيك أنها تمارس خذلانا مرا نتيجة يعني، والسبب الذي يدفع هؤلاء هم نتيجة مواقفهم مع هذه الحكومة؟ الحكومة الشرعية ليس لديها رسالة، أنها كثرت الرسائل ولم تقم بشيء. الحكومة الشرعية ليس بيدها شيء يعبر عن حكومة صورية، هذا باختصار. حكومة صورية؟ نعم. على كيف استدليت بهذا التصريح؟ إذا كان هناك حكومة شرعية، كيف ذهب وفد أوروبي إلى صنعاء دون علم الشرعية، ثم الشرعية تقوم
بالحديث أنها هي من سمحت لهم، ثم تأتي بعد ذلك ويلتقي الوفد بالمصريين الحكوميين ولا يتحدث معهم، معنى أن الحكومة ليس إلا أداة، وجودها ليس له إلا فقط لإكمال وجود أن هناك دولة، لكن للأسف الحوثيين أظهروا في الفترة الأخيرة أنهم هم أقوى من الحكومة في تواصلهم مع المجتمع الدولي بإجبار الدول الكبرى مثلا في أوروبا، أو أيضا إجبار المبعوث الأممي بالذهاب إليهم والالتقاء بجميع، يعني عندما يرتدي بمصر اللقاء المشترك جميعهم يوسف يوسف. إذا أمام هذه القضية المؤرقة وهذه الانتهاكات المستمرة من قبل الميليشيا، على ماذا يعول أهالي المختطفين الناشطين اليمنيين حتى نستطيع أن 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 نحرر هؤلاء من هذا الظلم الذي يمارس بحقهم في سجون الميليشيا؟ التعويل أولا على الله سبحانه وتعالى، وليس هناك أي خيار آخر، إضافة إلى فضح جرائم الحوثيين بشكل مستمر، لعل هناك يعني لعل استمرار نشر وفضح ما تقوم به الميليشيا يساعد في تعرية ما يقوم به أمام الرأي العام المحلي الذي يهمنا بشكل رئيسي، يهمنا الآن الرأي المحلي، ثم المنظمات الدولية باستمرار فضح، لأن المنظمة الدولية تسيطر عليها أيضا حوثيين بداخلها أو أشخاص موالين لإيران أو إيرانيين أو ما شابه ذلك، لكن بفضح كل ما تقوم به الميليشيا من ممارسات وانتهاكات هي هذه أجلسة. أما تعويلنا على الحكومة فهو تعويل أخير وربما لا يجي، لكن لازمنا نأمل خيرا فيهم، ولو أنني للأمانة يعني لا أهتم بما يجب. إذن يعني الآمال تبدو ضئيلة في مسألة، لكن تؤكد على أهمية فضح الممارسات والجرائم. إذن أنتم دشنتوا هاشتاج أبرياء في محاكم باطلة، ما هي الرسالة باختصار التي تريدون من خلالها، من خلال هذا الهاشتاج سواء على مواقع التواصل الاجتماعي وغيره؟ الهدف هو إظهارها للرأي العام وتفكير الناس بالذات اليمنيين ومن هم متواجدين ويعملون في هذا المجال، أننا لازلنا موجودين متعاونين مع كل مختطف، كل شخص يقبع في سجون الميليشيا الحوثي، فنحن نعتبر أنفسنا نحن المختطفين، لأننا عايشنا ما يعانوه، ولازمنا نتذكر أننا كنا بداخل هذه السجون، وسنواصل يعني إظهار معاناتهم، سنواصل إظهار معاناة الأهالي، على الأقل أنا نشعر الأهالي أننا لم ننسى بقية المعتقلين وأننا سنقف معهم حتى النهاية. نعم. إذن رسالة أخيرة للذين انخرطوا في هذه المحاكمات الهزلية من القضاء، من أعضاء النيابة العامة الذين طبعا في صنعاء، ما هي الرسالة؟ لأنه لن تخطئهم العدالة أيضا، هم لأنهم يشاركون في جريمة، هم في الأخير هم سيكونون أداء، هم الآن أداء بيد الحوثي، وفي نهاية المطاف حينما ينتهي دورهم سيرجمهم الحوثي إلى المزبلة، ولم يهتم بهم ذلك، وفي الأخير إذا وجد الدولة سيكونون أول من يتم محاكمتهم. أشكرك يوسف عجلان، منسق الحملة أبرياء في محاكم باطلة، صحفي ومختطف سابق في سجون الميليشيا، شكرا جزيلا لك. هذه طبعا كنا من خلال هذا الاتصال المطول أردنا أن نوضح للجميع كيف أن المختطفين يتعرضون لصنوف من الإهانة، من التعذيب، من التنكيل. في هذا الفلاش الذي سنستعرضه الآن هو تعريف عن هؤلاء المختطفين، عن 36 المختطف، عن أسمائهم، عن التهم والافتراءات التي يعني نصبتها الميليشيا الحوثية لهم في محاكماتها الهزلية. إلى هذا الفلاش، دعونا نتابع.
أن هذه الشريحة واعية ولن تقبل بهذا الفكر الذي يعني أتى بهدم المساجد ودور القرآن ويعني قتل الرجال والأطفال والسباح الحرمات. على العموم أخي الكريم، نعم، إن محاكمة مثل هذه الشرائح نخبة المجتمع المتعلمة لهي وصمة عار في جبين العالم الذي ساكت عن هذه الممارسات ضد تلك الميليشيات. وأنا أقول لك الأخوة الصحفيين يعانون من الاضطهادات ويعانون من أبسط الحقوق، زيارات أسرهم زيارات أسرهم يمنعون منها. وأعتقد أن ما على الشعب اليمني إلا أن يكافح ضد هذه الفئة أينما وجدت وأينما كانت وأينما اتجهت. ما على الشعب إلا أن يكافحها، أما النداءات للعالم لمنظمات الحقوق لغيرها فقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. الحل الوحيد لمواجهة هذه الفئة هو مواجهتها في كل مكان في بقاع الأرض اليمنية، ولا يوجد حلا غيرها. أما منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي فهو يتقنى بحقوق الإنسان لكنه بعيدا عنها. وأبسط مثال أن المبعوث الأممي الذي هو المخول في مسألة تطبيق القرارات الأممية التي تؤكد على إطلاق المختطفين لم يلتقي بأمهات المختطفين كمنظمة تدافع عن هؤلاء المختطفين، بمعنى أنه يتجاهل هذه الشريحة الهامة التي تعاني. برأيك أنت، وأنت كمختطف سابق عانيت وعشت مرارة التعذيب والتنكيل، يعني ما هي الأدوات التي تحاول الميليشيا من خلالها إجبار المختطف على الاعترافات الزائفة والافتراء ويعني وتلفيق التهم بالنسبة له؟ يا أستاذ الكريم، يستخدمون أساليب كثيرة، منها أولا التعذيب النفسي هذا أولا، ثانيا المبالغ المالية. يضطر الإنسان عندما لا يجد أهاليه لإخراجه أو لإنقاذه من هذه الميليشيات دفع مبالغ، فهنالك تعذيب نفسي وتعذيب مالي وتعذيب جسدي، كل الأنواع العذاب التي يعني تتصورها يمارسونها. تعذيب الجسدي والنفسي وغيرها من كل الأدوات حتى يعني تجبر المختطف على الاعتراف أو الاعتراف يعني تحت التعذيب القسري. أكرمك الله وأكرم السائل. فقدنا الاتصال بنايف، والله نتمنى أن يكون لدينا رقم تليفون نايف لنتصل به باعتباره مختطف سابق وقد تعرض لصنوف من التعذيب، وكان أيضا رفيقا للزميل المختطف الصحفي في قناة السهيل الزميل صلاح القاعدي. هناك تعذيب مروع يتعرض له المختطفون من كل صنوف التعذيب الوحشي الذي لا يخطر على بال أحد. يتم تعذيب المختطفين بهذه الصنوف بكل الوسائل وبكل الأدوات كي يخضعونهم لاعترافات قسرية لا أساس لها من الصحة، فقط الميليشيا تريد من خلالها أن تشرع لمحاكمات، طبعا وأن لها أن تشرع وهي أصلا انقلابية تفتقد للشرعية لتفتقد للأخلاق وللضمير الإنساني، لأنها تمارس انتهاكات وجرائم لا حصر لها سواء على المختطفين أو غيرهم. لدي اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. إذن قبل أن أستقبل الاتصال ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود لقراءة أبرز ما ورد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه المحاكمة الهزلية، أبرياء في محاكم باطلة. ابقوا معنا.
مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامج الكلمة لك، نناقش في هذه الحلقة عن أبرياء في محاكم باطلة، عن 36 من نخبة المجتمع مختطفين، هم أكاديميون وتربويون وأطباء ومهندسون وحقوقيون ونشطاء وطلاب جامعة، اختطفتهم الميليشيا الحوثية من منازلهم من مقر أعمالهم ومارست بحقهم صنوفا من التعذيب والتنكيل والإهانة والإذلال في سبيل اعترافات قسرية هم أبرياء بريئون منها. ذنبهم الوحيد أنهم وقفوا في وجه هذه الميليشيا، وقفوا بالموقف والضمير الوطني الراسخ والثابت ضد ميليشيا طائفية إرهابية انقلابية أرادت أن تختطف الدولة وأن تقتل الإنسان، هو ذنبهم الوحيد. نستعرض أبرز ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي، في الفيسبوك، في التويتر على وجه التحديد، في هاشتاغ أبرياء في محاكم باطلة. يوسف عجلان ومن خلال هذه التغريدة ويقول للنشر، باعتبار أن الحملة دشنت في الساعة 8 مساء اليوم، نحتاج مشاركتكم غدا وهو اليوم 8 مساء في انطلاق حملة تضامنية مع المختطفين الذين تحاكمهم جماعة الحوثي في محاكمات هزلية. هاشتاغ الحملة أبرياء في محاكم باطلة، هاشتاغ نشيط، هذه النشيط الآن، وعلى النشطاء والحقوقيين والسياسيين والصحفيين المشاركة في ذلك. ضياء قيزان يقول في تغريدة له، طلاب يحرمون من التعليم ويحاكمون في محكمة هزلية، أبرياء في محاكم باطلة، وهم الطلاب الجامعيين الذين هم ضمن 36 المختطف. طبعا هؤلاء يعني من ضمن الآلاف من المختطفين في سجون الميليشيا. ضيف الله الجهالي يقول، قائمة 36 التي قدمتها الميليشيا الانقلابية للمحاكمة تتضمن أكاديميين وسياسيين ومفكرين وفي طليعة من رفضوا الانقلاب، أبرياء في محاكم باطلة. أما خالد شبح فقد كتب يقول، المعتقلون في سجون الميليشيا الانقلابية تعرضون لأبشع الجرائم والتعذيب الجسدي والنفسي، تحت هاشتاغ أبرياء في محاكم باطلة. أما الصحفي حمود هزاع يقول، تعذيب وتهديد وتنكيل وإهانة وسحق حتى ينتزعوا منهم ما يريدون لإدانتهم والحكم عليهم بما يريدون، أبرياء في محاكم باطلة. عبد الله القانصي يقول، اختطاف وتعذيب وبالأخير محاكمة، فهذا استهتار بالقوانين الدولية المتعارف بها، أين المنظمات الحقوقية؟ أبرياء في محاكم باطلة، ليس استهتارا بالقوانين وإنما استهتارا بالضمير، بالإنسانية، استهتارا بالأخلاق. حينما تختطف إنسان بريء لا ذنب له سوى أنه يناهضك، يناهض عدوانك وانقلابك على الدولة. أما عبد الرحمن عقيل فيقول، المحكمة والمحاكمة جريمتان تنضم لسجل جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين، أبرياء في محاكم باطلة. أما عبد الله القانصي أيضا كتب تغريدة أخرى يقول، أنتم لا تعرفون ما حدث له، هو ينقل عن أحد المختطفين، عن دكتور يوسف البواب وهو أستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء المختطف، يقول، أنتم لا تعرفون ما حدث لي، لقد عذبت في كل مكان في جسدي وتم انتزاع أظافري. تخيلوا هذا التعذيب المروع والوحشي يتعرض له أحد المختطفين وهو دكتور في جامعة صنعاء وأكاديمي وله أبحاث. أما ابن الأهدل فيقول في تغريدة له، يقول، أبرياء في محاكم باطلة، محاكمة الأبرياء أو حتى المتهمين في ظل حكم المتمردين الحوثة إهانة وتشويه للمحاكم والقضاء والقوانين، فضلا عن ضياع العدالة، وهو اختصرها أن طبعا لا يمكن أن تكون هناك عدالة في ظل ميليشيا إرهابية متمردة. هشام الزيادي، الزميل والإعلامي هشام الزيادي، يقول، جماعة الحوثي تواصل محاكمة 36 مختطفا في محكمة جزائية متخصصة بالإرهاب، يستخدمون القضاء لتلفيق تهم باطلة للمدنيين وشرعنتها. أما مروان المنيفي فقد كتب يقول، اختطاف دون سبب
وضربهم بأدوات مختلفة وإهمال لحالاتهم الصحية وتعذيب بطرق وحشية حتى الموت، انتهاكات الحوثي بحق المختطفين أبرياء في محاكم باطلة. أما محمد المسقري فيقول: المختطفون خلف القضبان يعذبون ولا حياة لمن تنادي. من 36 مختطف شاب كان يعمل بجد ليوفر تكاليف عرسه، فكان قفص الظلم أقرب إليه من القفص الذهبي الذي يحلم به. أبرياء في محاكم باطلة. أما رابطة أمهات المختطفين فقد أوردت في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر: المختطفون يعانون من التعذيب النفسي والجسدي ومن الجوع والبرد والأمراض ولا منقذ لهم. أبرياء في محاكم باطلة. أما فواز المخلافي فقد كتب تغريدة على هاشتاغ أبرياء في محاكم باطلة: اختطاف خارج إطار القانون، تمارسه عصابة مسلحة، ومحكمة ملغية، وقضاة فاقدون للنزاهة، وكل ما بني على باطل فهو باطل. وهذه هي النتيجة لهذه المحاكم الباطلة. أما بلال الربية يقول: الأحرار والثوار الذين امتلأت بهم المعتقلات هم أقوى مداميك الحرية والمشروع الوطني، ولن تثنيهم التهم الباطلة. عبد الكريم عمران يقول: يضطر المختطف للإقرار بجرائم لم يرتكبها ليتوقف الجلاد عن تعذيبه، وهو ما حدث بالفعل مع 36 المختطف. تم تعذيبهم وتم إيهامهم أنهم باعترافهم اعترافات باطلة أنهم سيتوقفوا عن التعذيب، ولكن لا يمكن، لأنهم في يد عصابة لا تؤمن بالأخلاق ولا بالضمير ولا بالإنسانية ولا بالعدالة. منصور الفقيه يقول: تعرض المختطفون لألوان التعذيب النفسي والجسدي ومختلف أساليب الإرهاب، وما زالت آثارها بادية على أجسادهم. أبرياء في محاكم باطلة. حسان السلالي يقول: الإرهاب أن تسيطر على مؤسسات القضاء ثم تجعلها مخبزا تخبز فيها أحكاما هزلية لتصفية خصومك السياسيين وفق هواك الفاشي، وهو ما تفعله بالفعل بالتحديد الميليشيا الحوثية. أما حسين البتال أو البتال يقول: تريد ميليشيا الحوثي تمرير جرائمها عبر محاكمة غير شرعية ل36 مواطنا داخل أقبية جهاز الأمن السياسي في صنعاء. أبرياء في محاكم باطلة. أما علي الغليسي فقد كتب تغريدة يقول: يقبع الآلاف من اليمنيين في سجون ميليشيا الحوثي والمخلوع ظلما دون تهم، محرومين من كل الحقوق الإنسانية والقانونية. أبرياء في محاكم باطلة. أما عبد الخالق عطشان فقد كتب على صفحته في التويتر يقول على صفحته في الفيسبوك يقول: جماعة سلالية إمامية حوثية تضم لصوص وقتلة ومجرمون وقطاع طرق وشذاذ آفاق وظلمة وبغاة ومتمردون، ليس لهم من مهمة ومهنة إلا النهب والقتل والخطف والتمرد، وهذا وضعهم الطبيعي. ومن على منصة المحاكمة ليسوا إلا زبانية وأفاكين ودهاقنة في الإجرام والحكم الصادر منهم، ليس إلا وسام شرف لكل مختطف لأنه في يوم قال كلمة الحق وبصق في وجه الظالم الطائفي الحوثي. ما يتعرض له المختطفون في سجون الميليشيا أمر يفوق القدرة على التوصيف. تنكيل وتعذيب وإرهاب وبطش وإذلال وإجبار على الاعتراف بتهم باطلة. هؤلاء المختطفون أكاديميون، تربويون، صيادلة، طلاب جامعيون، ناشطون، معلمون، أخذتهم الميليشيا من مقارهم، من منازلهم، من مساجدهم، أخذتهم. وحتى أن التهم التي أوكلت ضدهم من ضمن يعني كثير من التهم وقعت في 2016 بينما اختطفوا في 2000 وفي بداية 2015، ما يعني أنها محاكمات هزلية
تفتقد لأبسط أنواع العدالة، تسيطر عليها ميليشيا حوثية. هذه الميليشيا لم تدع جريمة، لم تدع جرما وإرهابا إلا واقترفته بحق اليمنيين، ابتداء من اختطاف الدولة ثم التفجير والتهجير والاختطاف والتعذيب حتى الموت والقتل خارج إطار القانون. أي أن هؤلاء المختطفون يواجهون محاكمات وأحكاما فاشية من قبل ميليشيا ليس لديها أيضا ولا يوجد في قاموسها سوى الموت والقتل والإرهاب والتعذيب حتى الموت. طبعا لدي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم. معك عوض كعدل يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا بك عوض كعدل. عوض، يعني يواجه 36 مختطفا محاكمة هزلية وقضاة ميليشاويون ونيابة عامة تخضع لهذه الميليشيا، ما هي الرسالة التي تريد أن ترسلها هذه الميليشيا وتدشن وهذه المحاكمات، بينما أيضا المبعوث الأممي كان في صنعاء يعني في لقاءات يعني مع ماراثونية مع الميليشيا، يعني ما هي الرسالة التي تريدها؟ هل تريد أن تقطع أي فرص للسلام؟ أولا أحييك يا أستاذ محمد وأحيي كل العاملين في قناة السيل قناة الثورة والثوار. حياك الله. طبعا في الدول الأوروبية وأمريكا في منظمات حقوقية للحيوان، وأنا شاهدت الأخ أحمد عطية وزير الأوقاف قبل الحرب، هذه الحرب الطاحنة، يتحدث في برنامج أعتقد في قناة السيل عن حقوق الإنسان في اليمن. هذا الرجل وصل إلى درجة الإحباط وقال نحن في اليمن نقتنع بأن يعطونا حكامنا في اليمن حقوق الحيوان في القرب. هذا الإحباط يا أستاذ محمد عند الشعب اليمني بأزرة، ما بالك بالوضع اللي نحن فيه اليوم، هذه الميليشيا التي تختطف هؤلاء هؤلاء الأبطال الذين وقفوا في أوجاههم وقالوا كلمة حق، منهم أكاديميين ومنهم أطباء ومنهم مدرسين ومنهم صحفيين. لكن المشكلة سيد محمد ناهية، الأسئلة اللي يطرح نفسها أين دور الحكومة الشرعية، أين دور الحكومة الشرعية في الخارج؟ بالفعل لم نجد حتى بيان، حتى بيان يا عوض يستكثروه. أين وزير حقوق الإنسان سيد محمد؟ أين خالد اليماني المبعوث في الأمم المتحدة؟ أين مجور؟ أين يعني أين سفراء اليمن الموجودين في جميع أنحاء العالم؟ يعني منظمات حقوقية عالمية. يا أخي يمكن ما حد يجي على اليمن هذا في الخريطة، لكن هؤلاء لهم دور كبير عليهم أن ينشطوا. وأنا مثل ما شاهدت يا أستاذ محمد على قناتكم الموقرة، أنتم يعني كشف كامل بأسماء هؤلاء وعددهم. إذن دور الحكومة، يعني لماذا لا تنشط المنظمات الحقوقية إذا وصلت الحكومة إلى الحضيض؟ المنظمات الحقوقية مفروض أن تنشط سيد محمد وأن تكشف للعالم والمنظمات الحقوقية الإنسانية في العالم ما يواجه هؤلاء الأبطال داخل هذه السجون. إذن يعني أنت توجه باللائمة على يعني تقصير الحكومة الشرعية التي لا تقيم وزنا بمعنى حقيقي وصريح لمن يختطف ولمن يتم اختطافه وتعذيبه ومحاكمته، وكل هذا بسبب مواقفهم مع الشرعية. يعني تقصد أن هناك خذلان واضح من قبل الشرعية يعني لهؤلاء المختطفين؟ بدون شك يا أستاذ محمد، الشرعية مقيدة تماما. ما الذي يجعلها مقيدة؟ ما الذي يجعلها مقيدة من أن تسجل موقف أخلاقي ووطني مع يعني مع هؤلاء المختطفين؟ أنا لم أقول مقيدة يا سيد محمد، إنما قلت مقيدة. وهذا أنا لا، يعني وزير حقوق الإنسان يا أخي مهمتك أن تبحث عن هؤلاء الأبطال الذين يعانون شتى أنواع أساليب التعذيب داخل هذه السجون. يعني تلاقي أن هناك منظمات حقوقية هي التي أظهرت هذا الكشوف، وهو آخر من يعلم. يا أخي ما دام وصلت عندك معلومات يا أخي
لماذا لا تذهب الى المنظمات الحقوقيه العالميه، الى مجلس الامن الدولي، الى الدول الاوروبيه، الى امريكا، الى ما هو دور المنظمات الحقوقيه الانسانيه في العالم يا استاذ محمد؟ مش هدفها الاساسي هي ان تحافظ على كرامه هؤلاء الناس داخل السجون؟ يعني المبعوث الاممي اتى الى صنعاء، كان مفروض من اولوياته ان يذهب بنفسه ويدخل الى داخل السجون هذه ويرى بهم عينيه ماذا يعاني هؤلاء الابطال، هؤلاء المختطفين الذين لهم اكثر من 3 سنوات داخل السجون الحوثيه. وهم يمكن بعضهم استاذ محمد يخرج وهو مشلول وهو مجنون وهو مريض نفسيا، يعني هؤلاء تمادوا واستخدموا جميع انواع اساليب لانهم يعلموا ان لا احد وراهم ولا احد يراقبهم ولا احد يحاسبهم. نعم. ولهم تمادوا وكل يوم هم يعملون جرائم بشعه في حق هؤلاء الابطال. نعم. لكن للاسف الشديد استاذ محمد باختصار شديد وعلى الكل. نعم. وعلى الكل ان ينشط وعلى الاعلاميين ان ينشطوا سواء وسائل اعلام رسمية أو أهلية أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، أشكرك كل الشكر عوض كعد العلامة، تفضلت بالحديث به. يبقى المهمة علينا جميعا نحن للدفاع عن هؤلاء المختطفين الذين تعرضون لظلم كبير وإرهاب مستمر من قبل الميليشيا الحوثية الذين يحاكمون في محاكم باطلة، أبرياء في محاكم باطلة. شكرا لكم مشاهدينا على حسن متابعتكم، في أمان الله.